هاد لو فويون ديال لي سينتور دو سيكوريتي نون بوكلي كيف ما الاسم ديالو كيوضح وكيف ما الصوره كيوضح كيعلمنا بان احد الراكبين يا اما السائق يا اما الباساجي يا اما الناس اللي راكبين اللور شي واحد فيهم ما دايرش لا سينتور دو سيكوريتي جينيرالمون ملي كتكون شاعله هاد البوله ملي كتبدا تشعل راه كتبدا تكلينيوتي وكتعطي واحد الصوت يعني ما كتكونش غير البوله شاعله دونك الواحد ياخذ الاحتياطات ديالو ويفيريفي قبل ما ديماري الطوموبيل ان شاء الله هاد لو فويون ديال لي بريسيون دي بنو هو اللي كيعطي واحد لانديكاتور على 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 الضغط الهواء اللي كاين في الاطارات يعني في البنوات واش البنوات منفوخين مزيان ولا منفوخينش مزيان الا مشات تشعلات هاد البولاخ الانسان ولا بدا يدوز لا بروميير ستاسيون سيرفيس ينفخ الروايد ديالو وداك الشيء ويتوكل على الله في واحد الفيديو واحد اخر عند ستورس بويما راه وضحنا فين يمكننا نلقاو المعلومات كامله على الاطارات شحال لا بريسيون ديالهم اون فونكسيون ديال عدد الراكبين اون فونكسيون ديال 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 البنو نوعيه ديال البنو دونك هادشي كله كاين في لي فيديو في ستورس بوينت هاد لو فويون ديال سيستيم او اس بي هو نظام ديال تحسين التحكم يعني كيساعد في التحكم في السياره يعني ملي كتكون السياره غاديه il permet la correction de la trajectoire يعني كنتمكنوا من لا تراجيكتوار ديال السياره بواحد التحكم في السيستيم دو فريناج و ملي كيشعل يعني هي ما خدامش ولا اون بان دون لي دو كات فيغور الا كان ما خدامش لا اون بان كنصحوا باش ان دياغنوستيك يدار اوبري دان غاراجيست زعما ماشي مشكل كبير بزاف ولكن من المستحب الواحد ياخذ الاحتياطات ديالو ويمشي يشوف دياغنوستيك من جاي هذا المشكل هذا لو فويون ديال او فيلتر غازوال يعني فيلتر في الفيلتر غازوال فيه الماء يعني هذا الفويون ما كيكونش في الطوموبيلات كلهم كيكون غير في الطوموبيلات ديزل يعني الا مشى تشعل هذا لو فويون وانت غادي في الطوموبيل ديالك خصك ولا بدا توقف في اسرع وقت وتبيرجي الفلتر غازوال حيت داك الماء اللي كيكون في الفلتر غازوال يمكن له يتحتم عليه واحد لي دوماج كبار بزاف لو سيستيم دانجيكسيون يعني الواحد يجبد الفلتر غازوال ينيطوي يبيرجيه مزيان من الماء ويرجعو في بلاصتو ويتوكل على الله